السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في حصه درسنا اليوم سنقوم بتصحيح ماده النشاط العلمي خاصه بالمستوى الثالث الفرض الثاني في الدوره الاولى اذا التمرين الاول املأ الفراغات بما يناسب التوسع شكلا الانضغاط حجما اذا بالنسبه للتمرين الاول هو خاص ب الهواء وخاصياته إذن ليس للهواء شكلا خاصا ولا حجما خاصا ليس للهواء شكلا خاصا ولا حجما خاصا يتميز الهواء بقابليه الانضغاط والتوسع او نقول يتميز الهواء بقابليه التوسع والانضغاط اذا هنا لا يهم بماذا بدانا لانهما خاصيتان مميزتان للهواء اذا يتميز الهواء بقابليات التوسع وقابليات الانضغاط اذا هذا خاص بالتمرين الاول الان ننتقل للتمرين الثاني الون بطاقه العنصر الاساسي للاحتراق اذا بالنسبه لدرس النشاط العلمي الاحتراق فالعنصر الاساسي هو ثنائي الاكسجين اذا سنقوم بتلوين هذه البطاقه اذا هو الاساسي في عمليه الاحتراق بالنسبه للتمرين الثالث اضع علامه في خانه او في الخانه المناسبه هنا درس يتعلق بالفلزات لدينا هنا الحديد البلاستيك والنحاس بالنسبه للفلزات لدينا الحديد والنحاس البلاستيك لا يدخل ضمن الفلزات وبالتالي مثلا هنا الحديد هل هو موصل للكهرباء نعم هل هو موصل للحراره نعم يجذبه المغناطيس نعم بالنسبه للبلاستيك هل هو موصل للكهرباء لا موصل للحرارة لا يجذبه المغناطيس لا اذا نترك الف... الخانات فارغة بالنسبة للنحاس هل هو موصل للك... للكهرباء نعم موصل للحرارة نعم يجذبه المغناطيس لا اذا المغناطيس لا يجذبه النحاس وانما يجذبه الحديد بالنسبة للتمرين الرابع سلبي خط بين كل خليط ونوعه بالنسبة لهذا التمرين فهو متعلق بالخلائط تمييز الخليط المتجانس والخليط غير المتجانس بالنسبة للخليط المتجانس فهو لا يمكن أن نفصل بين عناصره بينما الخليط غير متجانس ممكن أن نفصل بين عناصره المكونة لهذا الخليط مثلا لدينا هنا خليط الماء والزيت إذا فهو خليط غير متجانس، خليط الماء والملح، إذا الملح يذوب في الماء وبالتالي فهو خليط متجانس، خليط الماء والسكر أيضا فهو خليط متجانس، أما خليط الماء والرمل بطبيعة الحال فهو خليط غير متجانس. بالنسبة للتمرين خمسة الون خانات الاجوبة الصحيحة اذا الفصل بين مكونات خليط خالط غير متجانس نستعمل عمليات او عمليات اذا هنا الفصل بين مكونات خليط غير متجانس نستعمل هنا عمليتان هما التصفيق ثم الترشيح اذا نلون هاتان اذا بطاقه التصفيق وبطاقه الترشيح يسمى السائل المحصل عليه عند انتهاء عند الانتهاء من عمليه فصل مكونات خليط غير متجانس اذا عند الانتهاء من عمليه فصل مكونات خليط غير متجانس ماذا نسمي هذا السائل سائل تصفيق سائل ترشيح الرشاحة ام الماء العذب اذا الجواب الصح هو الرشاحة وبالتالي نلون هذه البطاقة التمرين السادس أضع علامة في الخانة المناسبة وأحدد المذيب والمذاب في حالة الذوبان إذا هنا لدينا الزبدة زائد الماء نعرف بأن الزبدة لا تذوب في الماء إذا نكتب لا يذوب نترك خانة الجسم المذيب والجسم المذاب فارغة لأن الزبدة لا تذوب في الماء لدينا هنا الحصى زائد الماء الحصى هي الحجارة الصغيرة زائد الماء فهي أيضا الحصى لا تذوب في الماء بالتالي نترك الخانتان فارغتان ثم في المثال الثالث لدينا الشاي زائد السكر إذا السكر السكر يذوب في الشاي يدوب. الجسم المذيب هو الذي يذيب إذا هو الشاي ثم الجسم المذاب هو الذي ذاب يعني السكر بالنسبة للمثال الأخير القهوة الفورية زائد الحليب إذا القهوة الفورية تذوب في الحليب الجسم المذيب هو الحليب هو الذي يذيب الجسم المذاب هو القهوة إذا هنا القهوة الفورية أجيب صحيح أو خطأ التصفيق هو ترك الخليط في حالة السكون حتى يترسب إذا الجواب هنا صحيح توجد في الطبيعة كائنات حية وأخرى غير حية توجد في الطبيعة كائنات حية وأخرى غير حية، صحيح؟ الكائن غير الحي يتنفس، يتغذى، يموت ويتوالد، كائن غير حي، إذا الجواب خطأ، بطبيعة الحال. فهو غير حي يعني لا يتنفس لا يتغذى لا يموت ولا يتوالد تمرين ثمانية سل بخط بين كل كائن ونوعه إذا هذا التمرين خاص بدرس الكائنات الحية والكائنات غير الحية إذا بالنسبة لهذا الحجر فهو كائن غير حي الماء كائن غير حي الطائر فهو كائن حي والشجرة كائن حي بالنسبة للكائن الحي ما يميزه الكائن الحي ما يميزه أنه يتنفس يتغذى يموت ويتوالد أو نقول يتكاثر تمرين تسعة ما المجموعه التي ينتمي اليها كل كائن من الكائنات التاليه النباتات مجموعه النباتات مجموعه الطيور مجموعه الاسماك ومجموعه الزواحف اذا بالنسبه لهذا الثعبان فهو ينتمي لمجموعه الزواحف بالنسبه لهذا الطائر فهو ينتمي الى مجموعات الطيور الشجرة تنتمي بطبيعة الحال لمجموعات النباتات ثم هذه السمكة فهي أو الحوت ينتمي لمجموعات الأسماك تمرين رقم عشرة أتمم الجملة بما يناسب أزهار زهرية لا زهرية إذا تنقسم النباتات إلى نباتات أي لها أزهار إذا تنقسم النباتات إلى نباتات زهرية زهرية أي لها أزهار إذا بالنسبة للنباتات هناك نوعان نوع تكون فيه ازهار اذا تسمى نباتات زهريه ونوع ليس لها ازهار تسمى نباتات لا زهريه اذا ونباتات لا زهريه اي ليس لها ازهار ثم اخر تمرين رقم 11 صل خط بين كل عنصر واسمه لدينا هنا القواطع انياب وادراس اذا هنا لدينا ادراس وهنا لدينا انياب حاده وفي الاخير لدينا هنا قواطع